السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم الدرويش، واليوم راح أقدم لكم نصايح للنجاح بقسم المونديش بفحص البي آينس للغة الألمانية. هلأ الفحص عليه 100 علامة، بينقسم لثلاث أجزاء رئيسية. أول جزء هو التعريف عن النفس وعليه 10 علامات، يفضل تكون متقن تماما للتعريف عن حالك، مثل الاسم والكنية، شو أتصلك بألمانيا، شو بتشتغل، متزوج ولا عزابي، عندك أولاد ولا لا، وين ساكن، وشو هي هواياتك، وشو هي اللغات اللي أنت بتتكلمها. هلأ بعد ما تخلص التعريف عن نفسك، ممكن الأستاذ يسألك سؤال، مثلا شو بيعني اسمك، أو وين تقع محافظتك، شو ناوي تعمل بألمانيا، مثلا تشتغل ولا تدرس، وشو ناوي مثلا تعمل بعد كورس اللغة. القسم الثاني من الامتحان هو عبارة عن شرح صورة، وعلى هالقسم عليه 20 علامة. يفضل قبل الامتحان انك تتمرن على مواضيع مختلفة، مثل مواضيع بتتعلق بالألتنهايم او كل ما بيخص الاشخاص الكبيرين في العمر. الموضوع الثاني بالمشافي والعيادات. الموضوع الثالث المواصلات العامة مثل القطارات او الباصات او المطارات. الموضوع الرابع ممكن يكون احتفال عيد ميلاد او حفلة وداع او كرنفال. الموضوع الخامس ممكن يكون طفل او شخص بالغ عم يجر حيوان اليف. الموضوع الثالث ممكن يكون موضوع في روضة او مدرسة او جامعة. الموضوع السابع ممكن يكون عائلة مجتمعين عم ياكلوا او عم يتفرجوا على التلفزيون او عم يعملوا شيء معين. وممكن كمان يجيك مواضيع مختلفة. انا اجاني شخصيا وحدة مرة بالمستشفى، والداني جديد وجنبها جوزة وابنها، فأنت لازم هون تشرح الموقف هذا. ممكن يجي مواضيع مختلفة. أنا شخصيا إجاني موضوع وحدة والداني جديد وجنبها جوزة وبنتها صغيرة وحاملة البيبي الجديد. هلأ رح نحكي بالنقاط الهامة في هذا القسم، وهي وصف الحالة. هلأ يفضل تحكي عن الأشخاص الموجودين بالصورة بشكل موجز، يعني شو لابسين، شو هي الحالة، مبسوطين ولا زعلانين، فصل الصيف ولا الشتي، شو لابسين، شو هي الألوان اللبس اللي لابسينهم، بشكل موجز ما كتير تتوسع. بعدين تشرح شو عم يعملوا. بعد ما تخلص شرح شو عم يعملوا، لازم انت تعطي رأيك بالصورة، عجبتك ولا لا، شو هي التجارب اللي مريت فيها بنفس هالحالة اللي موجودة في الصورة، عجبك الموقف او لا، الإيجابيات والسلبيات لهالموقف اللي عم يحصل. بعدين تفوت مباشر وتحكي عن تجربة أو عن بلدك لنفس هالموقف، شو ممكن يصير، انه مثلا عنا في بلدنا ممكن يصير هيك وهيك وهيك، او عنا هذا الشيء في بلدنا مختلف، وتعطي مثال عليه، او تحكي عن تجربة انت مريت فيها او حدا من عائلتك مر فيها، او اذا ما بتعرف حدا او انت ما مريت بهالتجربة فينك تألف من خيالك قصة وتحكيها. هلأ اهم مشكلة اللي عم يقعوا فيها كتير خلق، انه هنن عم يحكوا عن الاشياء السنوية في الصورة، مثلا شو معلق على الحيط او شو موجود مثلا على الارض. انت يفترض انك تحكي عن هالشغلات بشكل موجز، وتحكي بشكل تفصيلي عن الموقف الحاصل او عن الاشخاص الموجودين في الصورة، او عن رأيك او عن التجارب اللي مريت انت فيها. واهم شيء لا تحكي عن شيء موجود في الصورة انت ما انك حافظان اسمه او ما انا حافظان الارتيكل على الاقل تبعه. هيك انت بهالحالة رح تضيع حالك، ورح تفرجيهم نقاط ضعفك في الفحص. انت يفترض بالفحص انك تفرجيهم نقاط قوتك، وتحاول قدر الامكان تخفي نقاط ضعفك، او تخفي انك انت هاي الكلمة او هاي الكلمة او هاي الصفة او هذا اللون انا ما بعرفه. يفضل ما تطول كتير لتحكي عن الموقف الحاصل في الصورة، لاني بالامتحان احيانا ما بيكون في وقت كتير لتعطي رأيك وتحكي عن الميزات والمساوئ والكذا. يفضل تقسم وقتك، مثلا موقف معين، انه مثلا ختيارة قاعدة في الألتنهايم وممرضة عم بتطعميها بإيدها الشوربة، فأنت يفضل ما كتير تتوسع بإيش موجود بالغرفة وشو هي الألوان وشو معلق على الحيط أو كذا. يفضل تحكي بشي موجز، بعدين تفوت مباشر بهالقصة. يفضل تدخل مباشر بالحديث عن رأيك في هالموضوع والمساوئ والمزايا. هلأ أنا شخصيا شرحت لا يقل عن 30 صورة قبل الامتحان، وتمرنت منيح على شرح الصور. يفضل انت تشرح الصور قدام أنسة اللغة الألمانية، وهي عطول تصحح لك أغلاطك، تاخذ نصايحها. لهون بنكون خلصنا النصايح للقسم الثاني في قسم المونديش، مجموع القسم الأول والثاني 30 علامة. يفضل تثبت حالك في هالقسمين مشان تعطي للممتحنين نظرة إيجابية عنك. هلا القسم الثالث من الامتحان، وهو مناقشة مع زميلة، وهو القسم الأهم وعليه 70 علامة. مثل ما هو معروف، لازم تحقق 75 من 100 لتنجح بقسم المونديش، أو لتنجح في الامتحان ككل. حتى لو كنت جايب علامة تامة
في الهورن واللازن وعلامة تامة فيش غايبين، بس انت رسبان بقسم الموندليش فانت تعتبر رسبان بالفحص ككل. لتنجح بفحص البي اينس لازم تنجح في قسم الموندليش وبأحد الأقسام الثانية، لذلك هذا قسم هام ولازم تحضر له مظبوط. بهالقسم بيجي مواضيع مختلفة، وأهمها هي البلانن، التخطيط لشي مع شريكك، مثلا التخطيط لرحلة على الدراجة الهوائية أو التخطيط لصعود الجبال أو روحة على البحر أو زيارة صديق مريض ومساعدته أو عمل حفلة وداع لشخص تقاعد عندكم بالشركة أو تسجيل ابنك في الروضة أو أنت وشريكك قاعدين بالسيارة وعلى جنب الطريق لوح لكم شخص مشان تطالعوا معكم. لازم يكون الحكي على هالموقف إنه نطالعوا ولا لا، شو هي ممكن الأخطار إذا طالعنا، وإمت ممكن نطالع شخص، شو هي الحالات اللي ممكن أنت تساعد شخص على الطريق. كمان بيجي موضوع فتح حساب بنك. هلأ إذا أنت مسجل في مدرسة فأنت محظوظ كتير لتختار شريكك بالامتحان، وإذا أنت مالك مسجل في مدرسة ممكن يجي شريكك صار له 10 سنين أو 20 سنة عايش في ألمانيا لكن هو محتاج للشهادة، طبعا راح يجي مستواه كثير عالي في الألماني وممكن يضيعك. بهالحالة ممكن يقارنوا هذا الشخص فيك وممكن ينقصك علامات أو ترسب، فأنت إذا مسجل في مدرسة فأنت محظوظ كثير. لذلك بنصحك من البداية تختار زميلك أو شريكك بالامتحان لا يكون أشطر منك ولا يكون أكسل منك. إذا كان أشطر منك رح تتقارن أنت فيه ورح تخسر علامات، وإذا كان أكسل منك رح يلبكك في الفحص وممكن يخليك توصل لمرحلة أنك توقفوا عن الحكي اثنيناتكم. حاول طول مدة الكورس تعمل محادثات مع هذا الشخص مشان تتعود على هجته ولفظه للأحرف، ويفضل تتمرنوا في المدرسة أو في البيت كتير قبل الفحص. أنا كنت يوميا أحكي مع زميلتي أو نعمل محادثات إن كان في المدرسة وإن كان في البيت، مثلا تختاروا موضوع معين وتحكوا عليه أو تختاروا صورة وتبركوا تشرحوها اثنيناتكم. بنصحك تستخدم كلمات وأفعال رفقاتك في الكورس ما بيستخدموها إذا ناوي تحصل علامات عالية، وفينك تستعين بالكلمات والأفعال الموجودة بنص السؤال تبعك. يفضل لا تتلبك وخليك على طول مبتسم وعيش الحالة تبع السؤال، مثلا إذا حفلة أو شيء معين أو شيء رح تعملوه كون على طول مبتسم وكذا. إذا كانت في حالة حزينة مثلا واحد في المستشفى أو كذا يعني خد الدور، يعني مثلا حزان موت الضحك. التمرين الدائم وحفظ كلمات وأفعال جديدة رح يخلوك تحصل على علامات كثير عالية. هلأ بالأيام ممكن أعمل فيديو كيف تقدر تحصل على شخص ألماني يساعدك باللغة الألمانية مجانا لتقوي حالك في المحادثة. أنا عندي حاليا 5 دروس في الأسبوع إن كان أونلاين أو بروح عند الألمان على البيت لأدرس اللغة الألمانية وأقوي محادثتي. طبعا هذا الفيديو رح يكون في المستقبل مرتبط بقبولهم أنه يطلعوا بالفيديو أو ما يطلعوا، لذلك بالبداية لازم أطرح هالشي عليهم بالأول. لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو واستفدت منه لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس ليصلك كل شي جديد من نزله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.